عبد الكريم المنحدر من إقليم قلعة سرغنة شاب في عقده الثالث، يعمل بمحل للفرناتشي بالمدينة القديمة بالرباط. ظروفه العائلية قادته للإشغال بهذا المحل لمدة 23 سنة. بديت الحرفة، جيت تحت فيها، خدمت فيها، بقيت فيها حتى لدابا. اللي صيفطني لهنا هو الجو العائلي. الإنسان فيكون كابر واحد الجو العائلي ضعيف من مادة، المهم الحالة ضعيفة، تاين ضغطي يخرج من أول عمره للتكرفيس. نضنا العمر كان ديك الساعة في 13 سنة، خرجنا هاجرنا جينا تلاحينا هنا، كانوا شي ناس هما خدامين هنا ولاد البلاد، دخلنا وسطهم بقينا في هاد التعمارة. الفرناتشي عنده من 7 الصباح هو فايق، بعد خطرات من 6 الصباح كيما تيدخلوا الرجال تيصوني عليك، باش تطلق لهم من 6 الصباح خطرات 7 الخطرات حتى 8 تظنوا تتشعل العافية، راك شاعلها منين تيطيب الماء تتراني، تيبغيو السخون تيصوني عليك تطلق لهم، تيبغيو يقطعوا تيصوني عليك تقطع عليهم، وتيمشي هكاك النهار تتدوز 24 ساعة. أقول كلها تمام، يلا زعقة فيها شي 6 السوايع ديال النوم. منين تنوض تسير خدامك تطيب في الماء، منين تيبغيو الماء تيصوني عليك بواحد السونيطرا هو بحال السرصار ديال الدار، تنوض تطلق لهم دايرين داكشي بالحساب. إلا كان بغاو الطليق تيصوني جوجات، كان بغاو القطيع تيصوني 4، الموتور تاني منين تيخوى بحال الكشاطو تيصوني علينا 5. هاد الشواط راه عازيدين، هاد الشواط ملي تنشوفو راسنا مكرفتين نزيدوه باش نكملو داك الجوارني. كيما قلت لك قبيله راه 40 درهم تيعطينا في الجورني، هادشي تزيد تضرب معاه تمارة تاني تمارة أخرى كبرى باش تخلص راسك، تضرب تمارة باش تخلص راسك من غير تمارة ديالهم اللي يجي خدام عندهم، تضرب تمارة أخرى باش تخلص راسك ومنفسهم هما. إيوا تنشدو تنشوطو هاد الكريعنات تنعاونو بيهم. النظرة ديال المجتمع هذه مهنة ناقصة، الإنسان اللي هو لا منصب لا مولبي راه تيروم أكفت حاجة تيخدم فيها، الزمان تيضغط عليه تيطيحو حاجة ما باغيهاش كاع وما قادر عليهاش كاع، وتتشوف فيها الضرا وتتشوف حياتك ضايعة فيها وتطيح. هاد المهنة أصلا هي صعيبة، صعيبة تشوف راه فيها شلة ديال الأمراض بزاف اللي تيتحقق راه كلها مرض، ولكن كلشي مع مشيئة الله. رنين الجرس بالنسبة لعبد الكريم هو صافرة لانطلاق فصل من فصول حكاية يوم عامل شاق في مكان يفتقر لأبسط شروط السلامة. حالته المادية سيئة جدا، فدخله اليومي لا يتعدى 40 درهم، فهو دائما في حيرة من أمره، فكيف لمبلغ كهذا أن يوفر له حياة كريمة وتعليما جيدا لأبنائه؟ أي حاجة في هذا المبلغ شي منين تدخلي من ليه كل شيء يمرضك، راه ربي سبحانه وتعالى هو اللي تيستر. ما كاين فاشيش بالليل الطوبة والجيران صداقة زين. انت دابا الولد ديالك دابا لو تطلعوا منه الشخصيه سميتو ما عندكش الطاقه باش تطلع الشخصيه، حتى هو اكيد تنقولوا ما فوت لا بغالي الله سبحانه وتعالى يتقدم في بعيد ما نعرف. اما في حال اللي كاينه فيها الخشبه سميتو اللي هي السلوكه ديالها مربوطين فيها ما يخرج الا كيف الخشبه، ما عندكش كيفاش والو لا جوري لا مولاي باش تقري وتكافح معاه وتنقص به، ما عندكش يلا تجيب له طرف خذ ما ياكل، اذا غادي يطلع ناقص من اي حاجه حتى هو كيما طلعت. في ظل غياب تام للتغطيه الصحيه يطالب القائمون على هذا الشان باعاده الاعتبار لهذه الفئه التي تعاني في صمت، وذلك في ظل مستقبل مجهول. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.